ستي ما عندهاش علاقه ابدا باليوم تاع الملف اللي يعني عرف تأخر كبير على مستوى ولاية قسنطينة ويعود إلى سنة 2004. اليوم الحمد لله يعني وصلنا يعني للمرحلة الأخيرة وهي توزيع المناصب، بعد ما حددنا يعني درسنا كامل الملفات وأعلنا على القائمة الأولية شهر مارس 2022، وتالتها يعني عملية إيداع الطعون. اليوم تحصلنا على الاعتماد بفتح صيدلية خاصة بعد انتظار مقاربة 20 سنة. نشكر مديرية الصحة على المساهمة في تسهيل هذه العملية بعد انتظار طويل، ونتمنى أن نكونوا في خدمة المواطنين، خاصة أنه صيدليات هذو حين يتفتحوا في مناطق ما كانش صيادلة ما كانش صيدليات.